كان جاء الشافعي رمى حصحاصه، الحرب دي كان ممكن تقوم اذا اصلا هو في تحشيد من الطرفين. لكن انساك من ده هسه، انا دار اقول لك انه ده الخط الماشي بيه. المساله بتاعت الاطاري دي الناس ما منتبهه لنقطه اساسيه شديده، لانه في اكثر من حته الاطاري ده بيزيد من استقلاليه الدعم السريع. انا اوريك تحليلي اللي كان هيحصل شنو، اللي هو المطلوب انه البرهان كان ساعي لانه يمشي الاطاري، وحسب الكلام اللي بيقولوه خالد عمر يوسف وحسب الكلام اللي بيقولوا طه اسحاق انه هو مضى ورقه معاهم كويس. الورقه دي احنا ما عارفين فيها شنو. المهم انه البرهان بقدر الامكان كان داير يمشي الاطاري، لكن الجيش رفض الاطاري، ما لانه الجيش كويسان، لانه اي زول عاقل بالكلام اللي جو قالوه ناس قحط بعدها، اي زول عاقل كوز ما كوز المفروض يرفض الاطاري يا سعد. ليه؟ اصلا الشارع بيتكلم عن حل الدعم السريع، يعني حل الدعم السريع معناه ما داير دعم سريع. بالكثير الناس اللي بيسمون هبوط ناعم، وانا يوم من الايام كنت منهم كويس، بيتكلموا عن دمج الدعم السريع، انه ببساطه شديده انه الدعم السريع ده يبقى تابع ما مستقله اداريا لا ماليا عن هيئه الاركان بتاعت الجيش. يعني انت ببساطه شديده كان ما يكون في جندي في الدعم السريع ممكن يطلع له اوامر حمايتيه عشان يتحرك يمين ولا شمال، ببساطه ما عنده قروش مستقله من القروش اللي بيتعامل معاه الجيش. واضح؟ دي كلمة دمج اللي انا فاهمها، وجزء كبير جدا من السوار فاهمها. حرية والتغيير في الإطاري ما بتتكلم عن دمج بالمعنى ده، ده كلام انا ما جبته من راسي، ده كلام قالوا فولكر، قالوا خالد عمر يوسف في سبيس، وقالوا طه اسحاق في الجزيرة. ده ما بيتكلم عن دمج الدعم السريع في الجيش، بيتكلم عن دمج الجيش والدعم السريع في جيش جديد بهيئة قيادة مشتركة. لما تجي تعمل العملية دي في كلام بيقولوا انه الرئيس يكون رئيس مدني، لاحظ رئيس مدني appointing من منو معينة، والحرية والتغيير كويس. هو لا ده فعليا ما دمج، ده تقنين لاستقلالية الدعم السريع. ليه؟ عشان الدعم السريع يجيب اسلحة انقلاب الفشل ده ينجح، مش يجيب اسلحه ويتمدد في 3-4 شهور. هو كان ماشي تركيا بالمناسبه الزول ده قبل ما يمشي يجيب البريكدار ويجيب اللي هناي، وانقلابه ما حيضطر ذاته ياخذ ساعتين. هو ما الزول ده داير يصل لانه يعني يسيطر على قوة عنف الدوله السودانيه دي كومبليتلي، ويبتلع الجيش السوداني. ده المخطط. انت لو من 4 سنين ما شايف انه ده اللي نحن ماشيين عليه مما البرهان مدى الماده 5، تبقى زول بليد. ده نحن ماشيين عليه كويس. هنا انساني من كيزان وكيزان، هذا درب واضح ماشي فيه. والزول ده الدرب ده وادي لحرب يا سعد، وادي لحرب. ليه؟ لانه الجيش السوداني ما حيرضى بالحاجه دي. طيب اذا انت لما تتكلم عن الدمج بتاع الاطاري ده بالمعنى اللي بيتكلم عنه الاطاري، قالوا كمان الامارات، مش الاماراتيين، الامريكان، ولا حسب كلام خالد سيليك في خالد عمر يوسف في تويتر، قال انه الدعم الامريكان والبريطانيين قدموا مقترح انه بدل ما يكون الرئيس مدني ويكون مثلا في 4 من العساكر و2 من الدعم السريع، 4 من الجيش و2 من الدعم السريع، دي هيئه القياده المشتركه، رئيس مدني. لاحظ هنا اذا قلنا الاثنين ده الحميتي وعبد الرحيم دقلو، معناها عبد الرحيم دقلو قاعد فوق ده، مختلف من الدمج اللي انا بتكلم عنه. واي في سوداني قام في الثوره دي في رايه كيف؟ دي اللعبه اللي لعباها الحريه والتغيير، والناس ما فاهمينها. هم طبعا ناس الحريه والتغيير عايشين لك دور انهم هم امم متحده كده، يعني هم بيقعدوا ويقولوا البرهان وقعد مع شنو بتاع وها وها وها، في حين انه طبعا يعني معلش يا دكتور، يعني انت بتتكلم انه الفكره كانت انه بشكل مبسط وكلمات بسيطه انه الدعم السريع ما يدمج مع الجيش ويبقى زي سلاح المظلات او المدرعات تحت الجيش، بالضبط، انه يكون جيشين يتلموا مع بعض ويكون عندهم قيادات بتمثلهم، افراد من الجيش ده وافراد من الجيش ده. يعني لسه حيكون فيها جيشين، لسه حيكون فيها جيشين بهيئات قياده مشتركه. ولما بقى الرئيس ما مدني الجيش اعترض، قالوا في الندوه في الورشه اللي قبل جابت الحرب، الورشه دي جاء مقترح من بريطانيا وامريكا انه يكون الرئيس من الجيش ما زول مدني، رئيس هيئة القيادة دي، لكن الدعم السريع عنده فيتو. بس كل كويس مع الدعم السريع، نحن ما دارين نشوف النقطة اللي هو داير يصليها، هو داير يبتلع جهاز عنف الدولة كله كويس، داير يجي يوم من الأيام
حربه دي فعلا يخوض في أقل من ساعتين وينتصر سريع على الجيش.